القدير أستاذ محمود الحديني. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أنت طيبة، أهلا بيكي. أنا ما اتكلمتش في مقدماتي يا أستاذ محمود، لأن يعني لو قعدت أتكلم هفضل أتكلم أنا بس. حضرتك نجم مسرحي، نجم تلفزيون، نجم سينمائي، ولكن بداياتك كانت في المسرح. احكي لنا إزاي كده حصل اللقاء بينك وبين المسرح. هو أنا الحقيقة كنت طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أستاذي الأستاذ نبيل الألفي كان وقتها مديرا للمسرح القومي، وأنا كنت في سنة تانية معهد. ففجأة قال لي تعالى روح قابل الأستاذ حمدي غيث في المسرح القومي. أنا ما كنتش أعرف، قلت له، قال لي بس هو عايزك. فروحت قابلت الأستاذ حمدي غيث، فلقيت بقى بروفة وترابيزة وكبار ممثلي المسرح القومي. كانت مسرحية في الوقت ده كانت مأساة جميلة للشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. فلقيته قال لي اقعد. طبعا انا كان ساعتها يعني سني لا يتعدى 19 20 سنة يعني. فقعدت في وسط اساتذه يعني. مين كان قاعد بقى يا استاذ؟ يو كتير كتير. مين كان موجود؟ يعني هقول لحضرتك، عبد الله غيث، حمدي غيث طبعا كان بيمثل، عبد الرحيم الزرقاني، محمود عزمي، محمد الطوخي، عبد الرحمن ابو زهره، يعني كاست، يعني نجوم المسرح القومي في الوقت ده. فقعدت طبعا على الترابيزه، فعطال الدور طبعا كانوا زمان بيكتبوه كده في نوته، يعني مش سكريبت بقى كله، لا نوته، كل قاعد ياخد نوته. فكان دور مهم جدا، دور ضابط بوليس في الجزائر بيتعاون مع المقاومه ضد الاستعمار الفرنسي، وكان شخصية جميلة جدا جدا. فكان بالنسبة لي فرصة عمري. دي البداية. دي البداية. ان انا اخد فرصة زي دي في المسرح القومي وانا طالب في سنة تانية في المعهد. دي كانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي. واعتقد يعني وهقول سر بقى، يعني انه ساعتها كان كان العرض الاجرة بتاعت العرض الليلة ب 40 قرش. يعني كل ليلة 40 قرش. ده كان سنة كام؟ كانت سنة في الستينات. والبروفة 30 قرش. فلو ضربت ال 40 في 30 ليلة عرض يعني 12 جنيه. بيتخصم منهم طبعا ضرائب. يعني بتبقى 10 جنيه 9 جنيه في الاخر. حاجة كده، شوفي 30 ليلة عرض. على مسرحية كاملة. مسرحية وبروفات. وبطل. شهرين ثلاثة وبطل وشخصية. الناس كانت يعني دايما نجوم المسرح الكبار اللي زي حضرتك بيقولوا المسرح كده له سحر خاص غير التلفزيون غير السينما. يا سلام. ازاي بقى يعني، ازاي ليه ممثل المسرح دايما بيتشبث دايما بالمسرح بشكل غير عادي؟ الجمهور، كان في جمهور في الوقت ده، جمهور عالي التذوق. يعني هذا الجمهور، يعني انا بعد كده عملت مسرحيه سليمان الحلبي في المسرح القومي. كنت انا اتخرجت بقى في المسرح القومي، عملت سليمان الحلبي. فكان المونولوج رغم انه لغه عربيه، كنت لما اقول المونولوج يقعدوا يسقفوا ويسقفوا، كان الديكور بيتغير على على قرص دائري. فكان عبال ما يلف الديكور ويتغير الديكور كانت الناس تقعد تسقف تسقف، رغم المستوى الفكري للمونولوج او الحوار عالي جدا جدا جدا. كان هناك جمهور مواكب جدا للحركه المسرحيه اللي كانت فعلا في الستينات. فالجمهور له سحر. كان المسرح كمان مزدهر قوي في الوقت ده. مزدهر جدا جدا. وبعدين ما كانش لسه التلفزيون يعني خد وضعه، لانه بعد كده حصل ان التلفزيون كان لازم يعمل ساعات ارسال، فانشا 10 فرق مسرحيه علشان يعمل مسرحيات يصورها ويذاعها. كان لسه بدايات التلفزيون. يمكن هي دي بقى اللي عملت خلخله في المسرح. في المسرح. من حضرتك ازاي انتقلت للسينما؟ من المسرحيه دي بقى. مسرحيه مأساة. مأساة جميلة. مأساة جميلة. انا مأساة جميلة دي يعني النقاد كتبت عني وقالت يعني كلام جميل، يعني من ضمنها مثلا المرحوم محمود السعداني قال كده احذروا هذا النجم هيبقى نجم مش عارف مين، كلام كبير. الدكتور محمد منظور
الأستاذ كامل يوسف، دول كبار النقاد. كانت حلوة المسرحية. فكان شيء جميل جدا جدا أنك أنت في بداية حياتك تعملي دور والنقاد كلها، والنقاد في الوقت ده لأنه ما كانوش بيكتبوا أي حاجة، يعني بيجاملوا حد، ما فيش وإذا ما كانش بيكتب، وهي كده الدكتور مندور لما يكتب نقد ولا مثلا رجاء النقاش ولا كامل يوسف ولا محمود السعداني ولا يعني معنى هذا انك انت فعلا خطيتي خطوه كبيره جدا جدا علشان يبقى لك مكان ويقدروا يكتبوا من خلال المسرحيه دي. انتقلت للحاجتين، للتلفزيون، لان التلفزيون كان ساعتها يعني الاستاذ نور الدمرداش كان هو ماسك التمثيليات، وكان حيبتدي مسلسل هارب من الايام. هارب من الايام ده مسلسل ابيض واسود. ايوه. فطبعا لانه هو ابن المسرح القومي نور الدمرداش، فطبعا لما يجي مسرحيه جديده بيجي يتفرج. أيوه. فاتفرج على المسرحيه فلقيت اوردر جاي لي للتلفزيون. انا الحقيقه يعني ما 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 ما, ما كانش عندي الجراه ان انا مثلا أول مسلسل حضرتك اعمل مسرحيه فيه. اروح مثلا التلفزيون، مش انا اللي اعمل كده، إذا ما كانش حد يستدعيني ما أعملش ده. فرحت طبعا قابلت الأستاذ نور فعطالي دور فخري ابن العمدة. أيوه. العمدة مين؟ حسين رياض. حسين رياض. فكانت فرصة بالنسبة لي. وأنا فاكر كان أجري في النص ساعة، على فكرة التمثيليات دي أبيض وأسود ساعتها كانت بتتسجل مرة واحدة، مفيش مونتاج. وعشان كده التلفزيون مفيش مونتاج ولا مفيش إعادة. أنا مفيش لا، ما هو اللي يغلط نبتدي من الأول، تبتدوا المشهد كله من الأول. التمثيلية كلها تبتدوا من أول حلقة، من أول الحلقة اللي يغلط. طب أنتوا كده كنتوا بتمثلوا المسلسل في قد إيه؟ كانت الحلقة بحلقة في يوم. كنا بنسجل الحلقة في يوم.